الرضا كابتن ابو الذهب، النادي الاهلي عنده مواجهه صعبه بكره في ظل بقى الاحداث اللي هو بيمر بيها والطياره وطلب تاجيل المباراه والاتحاد الافريقي رفض، فقدامه مباراه صعبه بكره، ولا النادي الاهلي قادر باذن الله على تخطي فريق ميدياما؟ المباراة تخوف بعد اللي حصل ده. تخوف طبعا، لان هو كان مفروض ان كان النادي الاهلي هيلعب مع شباب بلوزداد ويطلعوا من هناك على رينا، ده اللي كان مفروض يحصل. والراجل اصر انه يرجع القاهرة ويتمرن تمرينتين وبعد كده يسافر يوم الثلاث، اجل هو الثلاث وسافر يوم الاربع. وحصل القلق ده، اكيد هيبقى في عدم تركيز وتعب وارهاق من اللعيبه مع الجو، مع طبعا ان فرقه ميدياما عنده امل لانه عنده 4 نقاط ولو كسب يبقى 7، وهيخرج ماتش بره صعب بعديها اللي هو شباب بلوزداد، فلازم يقول لك اخد 7 بونت واتعادل بره وندخل المجموعه كلها في حسابات. فدي فرصه بالنسبه للفريق ميدياما ان هو يكسب النادي الاهلي في الحاله اللي هي حصلت دي، الدربكه والتوتر وهيسافروا مش هيسافروا والطياره اتخبطت وما اتخبطتش وما اتمرنوش، ويعني انت واخد بالك في حاجات كتيره، فربنا يستر وان النادي الاهلي يعدي من المباراه دي على خير، لان كان في ايده انه يرتاح في ماتش بلوزداد اللي هو كان اسهل من الماتش بتاع ميدياما، لان الماتش هناك جو حلو، بتلعب الساعه 9 بالليل نفس الاجواء بتاعتنا. يعني كانك بتلعب في قريب. القاهره. في القاهره بالظبط، الجو ساقعه والملاعب كويسه والاضاءه كويسه ومفيش الرطوبه بتاعت افريقيا، واخد بالك، وفرقه كانت سهله الى حد ما، واخد بالك، بس هو لعب بطريقه معرفش لعب بطريقه كان عايز ايه بالظبط، مع ان المفروض ان في الماتشات دي اول ربع ساعه تلت ساعه اخلص وبعد كده اعمل ديفنس وامن حساباتي ودفاعاتي والم الليله واجي. فلا قدر الله لو حصل بكره، انا من وجهه نظر اللي يشيل الليله دي كلها كولر. كولر طبعا. طيب كالعاده يعني بتحمل المدير الفني. لا هقول لك ليه ليه ليه. انت 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 في افريقيا اسلام دايما لما الفرق سواء منتخبات او انديه بيتمنوا انه يروحوا بدري يوم ويومين صح، عشان ياخدوا على طبيعه الجو صح والملعب والكلام صح. انت اجلت ليه؟ انت هتسافر الثلاث اجلته ليه للاربع؟ حصلت المشكله دي ورحت امبارح النهارده الخميس، وصل النهارده الخميس هيتمرن امتى ويريح لعيبته امتى؟ واللعيبه بعد ما حصل امبارح هيسافروا مش هيسافروا، هيناموا مش هيناموا، كل ده توتر وكل ده اللعيبه بتبقى قلقانه. فما تقوليش ان انا بحمل، بحمله، لان هو انت ليه خليت الفرقه تسافر الاربع؟ انت كنت مستني كهربا يخلص الفرح ويجي؟ ما خلاص انسى، انت النادي الاهلي باي حد يلعب واي حد يكسب.